بابو نامر بابا كيف حالك؟ الحمد لله زين بابو. أنا سيارتي هناك أبغيك تغسلها زين. ها إن شاء الله. شكرا شكرا. يا زينة يا زينة بابو أحله الحين هذا يارس عطية هني كان سوى القلقعة وقصة شطولة وش عرضها وحتى السيارة ما بتتغسل. لكن شوفي بابو يا زينة أحسن منها. تفضلي تفضلي. غريب وينك وينك يا غريب؟ شو هتسوي هالفعل؟ هاي فعل سنية تراك سويتها. شو قال احنا نتصل بك وانت مسكر التليفون؟ شو سويت كذا؟ منو هذيل؟ انا ليو شايفه ما بغريب عليه. كنا عبيد وسيل شكلهم غير يعني من الزنجبار. والله انتو ايش تبون؟ انتو ايش تبغون؟ انا التليفون ابوي كنسلته. الرقم هذا عقيته خلاص ما باش تبغون فيه خلاص. كيف اخوك كيفك تخلصل التليفون وتروح تعقل البطاقه وتغير التليفون؟ ليش ما تخبرنا؟ ليش 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 ليش؟ وبعدين اسمع، نحن جايين ناخذ السنطور مال اختنا ميتة ميتة ميتة. تعرفها ميتة ولا ما تعرفها ولا نسيتها؟ لا تخافين عادي، هذول كذي يطلعون ويردون. ما عليك، بعد شوي بنحطهم بالصندوق. صبر. يعني الحين ميثا ميثا اختكم هذه اللي افتكينا منها ما تعرف تنش من القاد الا بالسنطور حبكت؟ ما تعرف ما تعرف، لان هذا السنطور هذا يذكرها بتاريخ عيد ميلادها مال شو يسمونه هذا العسل. العسل العسل انا بكبر قلت غيرت حياتي. انتوا ايش حق جاي؟ ايش تبغون؟ انتوا ايش تبغون؟ بعد الشيء اللبس اللي لابسينه ايش هذا؟ تعالوا بكم في الشارع ما تستحوا لابسين وزرة وفرايل، ما تدير الغوص انتوا. خلاص خلاص خلاص، نسيت الاصل ونسيت الفصل ونسيت التراث. خلاص خلاص بس بس ما تدري. وبعدين يا غريب هذه موضة. اهي هذا اللي لابسينه انتوا الحين اصبح موضة الحين. طورنا انا اخوي وعبيد، نشتغل في الشركه العوده في الكمبرني مال البترول. كمبري كمبري هي هاي. تشتغلون في شيشه بترول، تصبون بترول. شو انا واخوي نصب بترول؟ شو تشوفنا نحن من هذيل الفلبينيين ولا هالاسيويين هذيل؟ لا حبيبي لا، انا واخوي نشتغل روحه في المحطه العود داخل البحر الكمبرني العود كمبرني هي هاي. ترى انتوا ايش تبغون بالضبط؟ انتوا شو عندكم انتوا؟ انا بقول انتوا لا، انا اعرف انتوا ايش تبغون تقولون، ولا اعرف انتوا ايش حقه الحكومه، ولا اعرف انتوا ايش حقه اصلا لابسين هاللبس، ولا اعرف انتوا ايش حقه طالعين لي. شو السالفه وياكم؟ شو بلاكم؟ شو فيكم؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر، الحمد لله يا ابوكم، الحمد لله ان هاي الحلقة الأخيرة. طوفي 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 طوفي. عبيد عسيل، ما بتشنا هذه اللي تيلس في الكمبرني عندنا؟ كومباني هي هاي. ترى تفضلي. هلا حياك الله. غريب انا اكثر عن سنه ما بعيش في هالشقه، اتيني الفوبيا من الارتفاعات. ان شاء الله ان شاء الله. تفضلي تفضلي تفضلي، انت استريحي بس استريحي. افا عليك افا عليك. سنه ايش حق السنه؟ سنه وايد. انت بس اعطيني 6 اشهر. لا لا 6 اشهر بالكثير 8 اشهر. 8 اشهر يا فاطمه، وان شاء الله الفيلا تكون جاهزه وتنتقلين من هالشقه وتصيرين فيلت ان شاء الله. نحن اصلا ما نعيش في شقاق. اي صادقه صادقه. تقولي لي تقولي لي يا فاطمه، انا اكثر واحد في الامارات يعاني من الشقاق، اسليني. اقول غريب، ميتة ما اتصلت؟ ايش حق هالسؤال؟ بس اسال. لا لا الحقيقه يعني من ماتت ضبابه الله يرحمها يعني ما اتصلت الحقيقة ولا سألت. وتدرين سبران يعني أخذ مريم وياه العين هناك، وميرا الله وفقها ولله الحمد تزوجت سعيد، فما تم لها حد هني. يعني خذي راحتك بروحك في الشقة. أبغي أقول لك شيء بيني وبينك، أنا من شفتك بروحك وما حد عندك وحيد قررت أتزوجك. بس عادة أنا ما أحب قرقعة الصواني. قرقعة الصواني؟
لا 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 ان شاء الله ان شاء الله ما في قرقعد. الله ذكرتيني والله بضبابة الله يرحمها، كلها كانت تقول قرقعت صواري الله يرحمها، كانت حاطة دوبها ودوبي الله يرحمها. اي والله يعني شا اقول لك يعني تصدقين من ماتت الله يرحمها قمت اصيح 4 ايام بلياليهن. اي والله صحيح الله يرحمها كانت تسوي حنة ورنة، لكن الله يرحمها افتقدتها. اي والله افتقدتها الله يرحمها. تصدقين اني انا مسمنها شمعة البيت الله يرحمها. الله يرحمها الله يرحمها. اقول لك غريب لو ما كانت عيوز كان غرت منها وايد تتمدحها. الله يرحمها ميتة هذه ميتة الله يرحمها تغارين شو عيوز. لحظة راح افتح الباب. ياك 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 ان شاء الله. يلا شو تنكت وما تنكت؟ شو قالت حق يدك؟ ما ادري يدك البارحه متغيض راغنا كلنا من البيت، راغل بشاكير راغل هنود راغل نواطير حتى يرانا يبي يصير يروغم على ابو القطو متروع البارحه يخاطف قدام البيت. شو بلا هالشيء عندكم شو مسوي زي حتى الاقطاب؟ زي شو نكتت؟ شو قالت له عشان يسوي كل هذا؟ يا اخوي البارحه الشيبه ظاهر متسبح لابس وزاره وفانيله وخرسان ما كان تقول ايه ابو سبران شو هذا تقول ضب هذا رشين محار يعيبك. مريم بنتي قالت ضب رشين الماي ها يا رجال استهدب الله. زين والحين شو الحل الحين؟ ما باها جنعة النفس ما روح. شو ما باها جنعة النفس؟ فوضى هي جنعة النفس ماخذ قلة تمر وياكلة البيت ولا ملة حليب. اسمعني اسمعني ابو احمد انا بكلمك الحين ترى بنتك ما تعرف السمع ولا تعرف الادب واسمعني خلى عندك في كبدك شايف خاطرك. تعال يا ريال شو يعني؟ يعني طلقته ولا؟ يعني صبران يا تعال يا شو سالفة؟ غريب اسمعني تراني انا ما فيها على حشرة بناتك. الله يهديك بس الله يهديك الله يهديك اي حشرة ما حشرة لحا خلينا بس نفهم الموضوع والسالفة عقب يعني. مريم شو سالفة؟ ما شي سالفة مزحت شوي ويا ابو كبروا الموضوع. الحين هذا طلقت ولا زعلان؟ طلقت. غريب شو سويت ويا بنتك؟ طلقت. حلو اكملت. انا حاسه اني ما بكمل شهر العسل. لا ليش 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 لا سمح الله ليش لا قدر الله ان شاء الله تكملي شهر العسل يا ابوي. ايش حق تقولين هذا الكلام؟ انا توني اكلم هذا يمع نسيبي يمع واقول له والله ان عين ما صلت على النبي محسود. شوف انا طالب كباب. اي لا تنسي لا احبي يا الله يا كريم. يا شاء الله. حاضر ان شاء الله. غريب يا ود بدك قديمه ما ابغيها. اوف منك الف مره قلت لك اسمي ميره ما بديمه. ميره ديمه غبيشه فطيسه يعني اسمي الصلامه كيف يا اخي زوجتي ولا كيفي؟ ايش صاير؟ ايش بلاكم؟ عسى ما شرك ليش جايب الصلامه وياك البيت؟ شو في؟ ريب ممكن تفاهم داخل عمارتي؟ قصدك داخل شقتي. شقتك هي عمارتي ولا بعد هذه بتنكرها؟ لا 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 ما انكرها معروفه السالفه. هود تفضلوا تفضل. رمل عليكم. عليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش بلاكم؟ متضاربين أنتوا بعد؟ أنا لو ما أخذ محمود ولد عباس وايد أبركلي من هالريل. كل يوم يلي سعايرني مفقرة كأن ما حد عنده بيزات في هالدنيا إلا حضرة جنابه. معلوم بتعايريني وبترفعين صوتك. يوم أبوك اختنى من الأسهم ها قمت ترديني. إيه سعيد حدك عاد.
حدك. لا 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 تجلس تقولنا فقر وما فقر، نحن ابويا ابونا تجار، نحن اصلا البيزات مخلفه علينا، نحن هالبيزات طال عمرك. ايه لا تقترب عمرك، تشوف عندك بنايه ولا شيء. لا 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 لا، نحن لولا الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي طحنتها ولا نحن وين؟ لا انت ولا غيرك، اسمعني عاد، انت تعرف ان يدي انا كان يسلف البنوك، هذا البنك اللي ورا عمارتك هذه يدي مسلفنا. ايه لا معلوم صحيح، ايه كانوا يسمونك غريب بنك مثل حبيب بنك. سمعت ابوي، هاي حالتي وياك اليوم، كل الناس عنده حثاله بلا حثاله. والله انت عاد ممقوم بن حثلين. ابوي بس عشان تصدق رمزتي، تخيل او اني ساره بطبخ له شيء من يدي، كذا ادش عليه بالصحن، شاف الصحن شو بكاره بنقالي قدامك، ويجلس يعايرني مره ثانيه بفقري كأنه ما حد عنده بهزات. عفا عليك، تسوي لك باكورات قاعد تعايرها؟ انا لو ادري بك انك بتعاير بنتي ما يوزتك اياها. اوكي نو بروبلم، هذه بنتكم عندكم، خليها عندك ها، وورقتها بتوصلها ان شاء الله. افتحت الله نفاد. شو السالفه يا جماعه؟ شو السالفه؟ انا اليوم حد داعي علي، نعم حد داعي علي. ميثا ما حد غيرها، عيونها حاره. اسمعي، امي ما يخصك فيها، ابوي وخفتي بيتنا وخفتي، شو تبي انا اكثر من شي؟ غريب سمعته؟ السعيد عنده حق، هاي مو متأدبه. بس عاد يا فاطمة، بس عاد، بس خلاص راسي عورني، خلاص بس كنتي فكينا من الرسة هذه، بس نعاد. غريب تفاتن علي؟ لا لا لا، أفعليك أنا فاتن عليك، أنا ما فاتن عليك، أنا وين فاتن عليك؟ أنا روحي أبغيني حد يفاتن علي، أنا بس تعبان يا فاطمة، تشوفين المصايب اللي تنزل على راسي واحدة ورا الثانية، حرام عليك. أنا اليوم بحد ما أدري شو أقول لك، بناتي الثنتين يطلقون في يوم واحد، ما بشوية. غريب الظاهر أنت أعصابك تعبانة، وأنا آسفة، أنا ما أقدر أتحمل أكثر عن كذي. إذا تباني تعال دق باب بيتنا عند أبوية، تفهم ولا لا؟ أصير أدق باب بيتهم طلابنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هاي والله السالفة، كل الأمور طاحت على راسي مرة واحدة، تستاهل يا غريب. ها أبوي طلعت حرمتك المصون هذه، شو يسمونها ميرو؟ فطيم. طلعت وهي زعلانة هاك الدرب. بصراحة يا أبوي أنا مستغربة منك، انت شقاء تنسى عشرة العمر وتبيع امي عشان هذه؟ او اني بجدد شبابي، لو مجدد ملكية سيارتي وايد ابرك. بصراحة يا ابوي انت وايد تغيرت علينا من بديت تغتني بالاسهم. وما كذبت خبر، من توفت يدوم من هني صرت وتزوجت على امي من هناك. قصدك يعني كنت خايف منها يعني؟ لو يدو حية ما سويتها، لكن الله يرحمها، بس بعد لازم تموت، كم بتعيش؟ اي صادقة، كنا بنموت يا بنتي. اقول الحين انتو يعني انتو ممكن تقنعون امكم انها ترجع لي وانا اطلق فاطمة هذه ونرجع زي زمان؟ والله يا ليت يا ابويا، صدق ايامنا كانت ترى وايد حلوة. الله ابوي تحيد الدكتور حودة؟ اي دكتور حودة، يا سلام على دكتور حودة وايام دكتور حودة، يا حليلة والله كنت انا مناجرنا الدكتور حودة. اي تحيدون يوم 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 يضرب يدتكم الله يرحمها ابرة بالغلط ابرة كلاب وقامت تعاوي 40 يوم تعاوي، الله يرحمها ويغفر له. انا سمعت ان رد مصر بلاده هناك وفتح له عيادة، وسمعت بعد انه عقب 5 أشهر توفى الله يرحمه، فطس في العيادة ومات، الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمهم كلهم. ابوي انت حتى عباس نسيته من تحول.
يا بنتي يعني عباس يا حليلة فلته بعد خلصت لازم يصير فلته شي يسوي لسه هني أبوي نحن ما بروم نقنع أمي ترجع هني لأن فديت روحها وايد زعلانة عليك وحاطة في خاطرها بعد شو رأيك تتصل بسهل وعبيد يساعدونا؟ لا ما شوفي لا السهل وعبيد لا هذيلا مول ما سمعنا صوتهم ولا شفنا رقعت ويوهم من ماتت الضبابة ما قاموا يسألون عنا لا 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 والبارحة شايفينهم يعني ما يستحون على ويوهم هذيلا يدورون ويتمشون في الشوارع دابسين يسمونه وزاروا فانيلة مفاصيخ وزاروا فانيلة وغترة شقة أو إنه موضة يشتغلون في الكمباني أبويا على فكرة ترى هذا شيء من الأشياء الغلط اللي أنت سويتها يعني مهما يكون ترى هذين خوالنا ومن ريحة يدو أسعد الله يهدي شميرة ريحة يدو عاد الله يرحمها من زين ريحتها كلها خيل ويعدة زين يا الله زين كلابي سلام عليك عمي مرحبا يبع وش حالك الحمد لله بخير عمي هلا والله هلا حليت المشاكل ولا بعده يا ريال اسكت اليوم هذا يوم نحس علي اي زادت المشاكل ميرا بعد اتطلقت كيف اسوي تنزيلات على بناتك الله يرحم شي يدو كانت تقول القرد في عين امه غزال يمعة يوم ما تعرف تقول امثال اسكت عايشين فيها المثل الثاني يركب الشيفه والمعاني ضعيفه بعد ما يركب اكرمنا بسكوتك وخلنا نعرف شو السالفه ابوي اتصل بسهل وعبيد جايبلنا هالطمه يا مو هذا ما يعرف الله وين حاطنا بدل لا يكحلها بفسنا ويعميها قال لها تقلع عيش الله انت ما متربيه انت ما قبيله وايش انت انت ما تشوفك خل تعدل سالها ولا ترى الحرام لا 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 الحين ها عيال ما سمعتك تقول عن منو ام لسان طويل ولا تخاف منها قصوره بعد يقول لسانش طويل سكتي حرام لهفش كفه حين اخلي وجهك يدور عليك مرتين وليش تهفني كف تشي ما عندي ابو وابوي خوفتيني بابوش قال اركيز هو ما علي منه بمعصني كي يمه دخيل والديكم يا جماعه اسكتوا يا جماعه انا ساكت عنكم من الصبح ما اقول ولا تدخل اسكتوا بس يم انا جايبنك هني ابوي تحل مشاكلي ما بتزيد مشاكلي بارك الله فيك هاي انت ما تسمع وش تقول لي ما تسمع هذه بالله عليك رمسه تقولها لي انا ريلها انت ابوي ما سمعتوا هذاك المثل وش يقول المال مالنا ونحن نركب تحت الدين هذا ما سمعنا ما يستوي هالكلام بارك الله فيكم يمعه يوم ما تعرف تقول امثال لا تقول احمد ربك انا اعلمك الرمسه انت تعلمين انا الرمسه قلع ارش اصلا انا يوم خذيتش علمتش الفرق بين المالح واليوبل اللي يسمعك يقول عاد انت مسكت عاد انا يوم خدتك ما تعرف الفرق بين البلاك بيري والآل الحاسبة وابوي انا وابوي انت بروحش بكبرج بلاك بيري انت بتعلميني اصلا انا يوم خذيتك علمتش الفرق بين النقر والدون والله انت مو ماخذ سماكه ماخذ بنت غريب زولي قصدش غريب الغش سو وش حقه الله يهديك رديت علي انا زعل الشيء خصني غير الموضوع هذا كله انت ما سمعك قاعد تغلط علي قدامك هاي ما رمسه هذه بارك الله فيكم شو ما رمسه؟ بنتي يا ابوي ما غلطت ولا شيء، بنتي مدبه مربايه تربيه جيده، تربيه صالحه، لكن انت رجل استفزازي. انا استفزازي يا الجمبازي؟ انا جمبازي يا البتري؟ انا بتري يا ابو كرشه من هدله؟ انا كرشه من هدله ولا سق اللبن هذا؟ انا سق اللبن هذا؟ هذا سق اللبن هذا؟ انا صاخ عنك الحين، صبر انت تتحرش فيا اصبر بقول لك تعرف غريبه اصبر اقول لك اسمع سق اللبن هذا هذا قليل الدسم قليل الدسم هذا لكن هذا كامل الدسم هذا قليل الادب من قليل الدسم كرفس لك الدورتي دراك هدني اقول لك دخيلك هدني يما بس عاد تراك وايد قلت ادبك على ابوي منو استهدي بالله انت الثانيه الظاهر السنه هاي سنه الطلاق اسكتي عن هو بعد يطلق يا خسي طلق اشوف يا خسي كيف يود لساني انا لساني ما حد يودو انا يمع القلابي تراني طلق اشوف أنت طالق لا روحوا داخل سيروا داخل يا ابوي بوقت سيروا بسرعه
طالتنا يا رجال استهدف الله انت بس ما حل حجك سيروا يا اخوي ما في والله ما في بس اهدى طالب اهدى ايش حق تطلق بابا قد ايش حق تطلق بابا انا بروحي متبادل اني ليش تطلق ليه بابا انا زيت ما تبغى انا تغربل فيها ليه والله بابا والله بابا ايش حق ايش حق الله يهدينا ويهديك خلاص بابا يا يبع الله يهديك يا بنت تحل الموضوع ايش حق خلاص خلي حي تنسبني وتقول انا زبونه وانا حرام عليك يا اخوي اعتبر زله لسان انت مو بتري انت احسن واحد انت احسن مني خلاص انت طالق ارش لي اطلق لي اطلق ما حد انا حبيبي دخيل خلي اروح دخيل خلي اروح هاي عند الله منكم انا لي تبحت في البيت تبحت في البيت تبحت هذا يوم هذا يوم نحسبر علي اشوفه ايه يا الدنيا ساعات تعطيك كل شيء وساعات تاخذ عنك كل شيء ساعات تحس ان الناس كلهم حواليك وساعات تحس انك وحيد وما عندك حد الله يرحمك يا ضباب كانت تقول لي الله يرحمها يا غريب ما تعرف قديري الا لما تجرب غيري الله يرحمك يا ضباب رغم اني انا بعد ما جربت عيوز غيرها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله يا كريم يا رحمة الرحيم غريب غريب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بروتي بروتي انا ضبابة ابي ضبابة ضبابة انت من وين جيتي طلعت من الكبت من الكبت جي عنكبوت ما يخصك ليش سويت بعيالك وام عيالك كذي انا ما سويت شيء أنا ما سويت شيء أنت منو خبرك خبرتني صبيحي يوم ماتت ويتني في القبر والشاهد بن عفصان ما أبوي صبيحة خبرت يوم يتناك ما أبوي جي تو في القبر عندكم نبيبة ما يخصك يا خسارة يا غريب يا خسارة كنت قبل خصوصي يوم يريت والحين تكسي وشياك تباني يا لبق النيران بالزيت واحرق ويهك وتلاياك لا خذي عني خذي عني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذي عني اقولك بسم الله الرحمن الرحيم حتى احلامي تزيغ اعوذ بالله وين طلعت لي الضبابه هذه طلعت لي من القبر استغفر الله العظيم يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله ميثة انت متى جيتي وين توني الحين داش الحجره ها ميثة سامحيني يا ميثة سامحيني انا غلطت في حقك غريب انت عربك انت كل شوي بتطلعي لي في الحلم قريب
شو اطلع لك في الحلم؟ سيركم عباد وسهيل يبونك؟ يبوني؟ هذي اكيد يعين يبون يحلوا مشكلة بناتي. ادري. اي مشكلة بناتك؟ ترى بناتي اتطلقن كلهم في يوم واحد. ميثا؟ انت متجوزتي ميروهم وراي؟ ميرا طلقها سعيد راعي البناية اليوم. حشا يا ابوك هكي ميرا يالسه في عجرته. وانتي ما بنتي، انتي ما بنتي. بسم الله علي الرحمن الرحيم. ايه غريب بناك انت محموم اليوم؟ ابويا خوالي سهيل وعبيد بلع. الله يابت، الله يابت يا بنتي، الله يابت. زين يوميتي. قولي لهم، قولي لهم، خبريهم ايش حق سعيد طلقك اليوم؟ سعيد؟ بسم الله عليك ابوي، منو سعيد؟ وبعدين ليش تفاول علي؟ انا ما تزوجت عشان اتطلق. غريب، الله يهداك، انت حالتك هاي مو بحاله، اظني انت حلمان يمكن. حلم؟ حلم؟ شو 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 حلم؟ انتم موجودين قدامي يعني الحين؟ دكتور. اهلا وسهلا دكتور. يا غريب ازيك دكتور. دكتور 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 حوده، كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك يا دكتور؟ مالك يا غريب؟ يا سلام يا سلام، مشتاق لك يا دكتور، مشتاق لك يا غريب. ما انا معك على طول يا غريب. وينك يا غريب؟ معك على طول يا غريب. الحمد لله الحمد لله دكتور، الحمد لله. في ايه يا غريب؟ انا مش فاهم حاجه. ماشي غريب، حلم انهم لقوه منتفخ في الشقه متوفي، يعني بتنقع. شو السالفة؟ متيمين عند الباب ما شاء الله. عباس غريب. عباس غريب شنو؟ عباس غريب شو السالفة؟ عباس. ها عباس، احلى لك يا عباس، احلى لك يا عباس. احمد عباس لا تروح عندي. عبوس عبوس هاي بوس. عبوس عباس لا تتركني بروحي. احمد شو فيك؟ لا تتركني عباس، خليك وياي، خليك وياي وياك، لا تروح مكاني. شو السالفه؟ مشتاق لك، مشتاق لك يا عباس، وايد مشتاق لك والله. ابو محمود، ابو محمود بلي. غريب امس حال منك طال عمرك انك افتقرت، وهي وضوح ذلك وتنور وتبيع خبز ومهياوه ومسوى. رداني على المشاوى. انتوا ايه حكايتكم على الاحلام النهارده؟ انا مش فاهم. لا 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 دكتور، لا الاحلام زينه، الاحلام زينه، الاحلام يا جماعه تراها تنبهنا. الاحلام ساعات يا جماعه تدق ناقوس الخطر يا عباس. الاحلام 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 ساعات تضرب الجرس، تقول لنا انتبهوا، انتبهوا حق الاشياء الجميله اللي حواليكم، انتبهوا حق الاشياء الجميله اللي قدامكم. لا تخلون الدنيا تلعب فيكم وتنسيكم اهلكم ورابعكم وجيرانكم واحبابكم. لا تخلون الدنيا تنسيكم اللحظات الجميلة اللي تعيشونها. ترى هذه اللحظات ما راح ترجع، صدقوني. أنا سعيد، أنا سعيد يا عباس. سيحتني والله. أنا سعيد، سعيد وايد وفرحان. تعال سهيل عبيد، تعال 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 بناخذ صورة، بناخذ صورة. يلا 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 يلا، شوفوا شوفوا الكاميرا، خلونا ناخذ صورة جماعية. يلا اضحكوا اضحكوا. يلا عاد وقفتي فوق؟ ما شاء الله صرت طويلة. شوفها لا 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 ايش طولك؟ ما شاء الله عليك. عاد ما ينترى باكر العيد ولا اخر يوم رمضان؟ ما ينترى بيعلنون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله المرة هذه يكون رمضان 30 يوم ان شاء الله. ان شاء الله تكون الحلقة الأخيرة هاي حلقتنا في اخر يوم رمضان ان شاء الله. يلا مستعدين حق الصورة؟ يلا نبغي صورة جماعية حلوة، صورة عائلية. يا اخي يلا يا اخي يا اخي بعد اسف. يلا قولوا عيد عيد. ويدي يا الله بالستر، ما لي بقليتها اللي يسمونه الفلاش. اي ليه فضحتينا؟ هاي كاميرا التلفزيون خلق الله الطالع، انا مو بالعكاسة خربت علينا. يلا مرة ثانية. نبغي صورة كيوت. اوكي صورة كيوت، عطنا صورة كيوت. يلا يلا، واحد اثنين ثلاث عيد.